السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله فطورنا الثاني يوم وإن شاء الله أنا أقدم لكم الأفكار الفطور كل يوم حتى تستفادوا من عندها حبايبي بإعداد فطوركم اليوم عندي الوصفة هي كباب شوي بالفرن هنا عندي ماخذة كمية من اللي أحتاجه من اللحم المثروم وأخذت بصلة مثرومة ضفت لها وضفت لها كرفس أو معدنوس المتوفر عندكم واضيف لها ملح وطبعا بالاخير راح اعجنها عجنه متماسكه حتى تصير عندي كامله للتشكيل هنا اضيف لها ملح حسب رغبتكم انتم يعني تقريبا ملعقتكم من الملح اخلي لها هسه راح اعجنها بهذا الشكل بعد ما تصير عجينه متماسكه راح احضر لها الصلصه هاي حبايبي صارت عندي بهاي الصوره هسه راح اجهز الصلصه اللي احتاجها لهاي الوصفه راح اخذ هنا عندي دبس الفلفل الأحمر آه آخذ من عنده ملعقة كبيرة وأضيف لها ملعقة معجون هم أخليها معجون طماطة هسه مثل ما تلاحظون هذا معجون طماطة راح أضيف لها ملعقة واحدة آه وأخذ هنا بابريكا الحمراء هاي مطحون يعني فلفل أحمر بارد آه دبس الرمان هم راح أخلي لها تقريبا ملعقتين كبار من دبس الرمان هاي الصورة وملح رشة خفيفة هنا أنا عندي زيت الزيتون أنا من أجل أن يكون يعني أكل صحي ما خليت للزيت راح زيت الزيتون وإذا متوفر عندكم شي بسيط يعني مو هواية هسه بعد ما أخلطها بهاي الصورة وراها راح أستخدمها وشوفوا طريقة استخدامها بس راح اخذ هنا أنا قالب اي قالب عندكم متوفر اخيل قليل من الزيت واخذ خبز العربي او خبز العراقي اللي متوفر عندكم حبايبي اخليه بقاع القالب هذا بهاي الصوره بعدها راح اخذ هاي الصلصة اللي سويتها هسه الحمرا البابريكا الحمرا والمعجون راح يعني اطلي بيها وجه الخبز هذا شكل جربوا هاي الاكلة كلش طيبة حبايبي بنفس الوقت يعني سهلة او صحية راح تكون ممكن بدل يعني اللحم الخروف ممكن تستخدمون صدر الدجاج يعني يصير بها هاي الوصفة هنا راح اخذ كميه من السماك واضيفه على وجه الخبزه واخذ كميه يعني هوايه من السماق واضيفه ويا اللحم المثروم اللي سويته هسه ويا العجينه يعني هاي الصورة حبايبي هم راح اخلي قليل من الزيت حتى يعني متى بس عندكم الخبزة وهنا عندي فلفل اخضر وبصل وطماطه راح اهم اضيفهم ويا فوق الخبز يعني هذا ووراها راح اخلي الكباب الشوي اللي يعني قطع الكباب راح اخليها وياها هسه انا راح اشكلهن على شكل يعني مثل الكباب الشوي اللي نستخدمه آه عندي هنا الملعقه هاي كبيره او سكينه أو أي شيء عندكم يعني آه بتوفر بهذا الشكل تستخدموه لتشيش الكباب راح يصير بهاي الصوره هسه كلهم راح اسويهن بهاي الصوره اشكلهم هسه مثل ما تلاحظون حبايبي أه واذا كان عندكم اللحم يعني شويه دسم بشحمها بيصير بعد اطيب هسه صار عندي آه يعني بهاي الشكل شوفوا حبايبي شكله ايش قد حلو مرتب والطعام مالته طبعا كلش طيب آه هسه على ما راح اخليه بالفرن انا هنا راح محضره راح احضر عندي شوربه آه طبعا هاي الشوربه عندي زادت من البارحه آه فنعمة الله ليش نذبح حرامات هنا أنا عندي مسوية عندي أجنحة وطبختهم يعني سوت من عندهم مثل ما نقول السوب او مرق الدجاج سويته يعني اصفر وبعدين ضفت عليه الشوربه المتبقيه عندي جربوها حبايبي كلش طيبه وهذه بعدين ورا هنا عندي خليت كمون كلش ينطفى نكهه الها طيبه وطبعا هاي بعد ما تكمل راح اخذ من ادها واخليها ويا الخبز يعني شلون يصير تشيب بس التشيبه مالتها كلش طيبه انا راح أحضر على السريع مثل ما نقول طرشي سريع أو مخلل سريع من الفلفل الأخضر قطع بهاي الصورة على شكل شرائح أو أصابع وأخذ خل خل التمر وملح أو مي راح أخذ كوب واحد من الخل التمر أضيفه بالهاي الجدرية وأخذ كوب واحد من المي وأضيف وياه الفلفل الأخضر اللي هسه قطعته وأضيف له ملح هذا الشغله راح أكون أخليهن وين على الطبخ اطبخهم أه يصير طبعا كلش طيب هذا مثل ما نقول طرشي سريع بس كلش طيب طعمه خاصه هذا الفلفل شوف حبايبي هسه خليته على النار تقريبا يبقى عشر دقائق أه على ما يصير هيك شويه غير لونه او اوخره من الطباخ. هسه على ما تستوي الطبخات اللي عندي هنا راح احضر شربة التمر الهند عندي هنا على هذا المكعب كامل وأضيف وياه أضيف وياه لتر واحد من المي وبعدين بعد ما يعني أمرده بإيدي راح أصفيه بهذا المصفي مثل ما حبايبي يحتاج لتر واحد مي وأصفيه بهاي الصورة بالمصفي ووراها راح أخليه بالمجمدة أو بالفريز الحين ما يبرد شوفوا عيني شلون صار وراح أضيف له شكر أه شكر اخلي كوب واحد من الشكر وانتو بعد يعني حسب الذوق مالكم بس هو كوب واحد يعني شوفوا أه المهم هسه بعد ما خليت هناك بالمجمدة هسه راح أشوف الكباب الشوي شلون صار أه بعد ما يستوي الوجه الفوق طبعا اخليه على الفرن الفوق أه راح اقلبه يعني ل... حتى تاخذ بعد تحميره شوفوا هنا حبايبي طلعته من الفرن وراح اقلبه حتى على مود ياخذ الشواء كليته يعني من الجهتين من جو من فوق يعني يكون مستوي هسه حبايبي شوفوا بهاي الصورة كل اقلبهن وبعدين ارجع للفرن هسه عندي بعد ما صار يعني كله مشوي الجهتين راح اخذ خبزة وحدة واخلي إلى نفس الصلصة اللي سويتها من معجون الفلفل ودبس الرمان والمعجون هذا اللي هسه سويته راح اطلي هاي الخبزه الثانيه وهم راح اخليها على وجه الكباب وارجعها للفرن فد خمس دقائق بس شويه تقسب عندكم هاي الخبزه انا عندي معدنوس او كرفس المتوفر عندكم راح اضيف لها رشه ورشه هم راح اضيف على الكباب شوفوا حبايبي هيك بهاي الصورة راح أرجعها للفرن فد خمس دقائق مو أكثر لأن هو استوى عندي هسه الكباب حتى شوية تاخذ قرمشة هنا عندي بعد ما برد عصير التمر الهند اللي خليته بالمجمدة راح أضيف له مكعبات من الثلج صار عندي بهاي الصورة طبعا كلش منعش وطيب ويفيدكم بالسحور حتى ثاني يوم يعني ما تشعرون بالعطش هنا عندي بعد ما استوت عندي هاي التشريبة صارت بهاي الصورة وعندي خبز هنا سويته قطعته راح أدير من عنده أخليه بهذا الصحن شوفوا حبايبي جربوها كلش طيبة وأرش لهنا عندي بصل شوية حمسته على النار بالزيت يعني وراح أضيفه فوق هذا التشريب هاي الصورة حبايبي زي تلاحظون ان شاء الله هاي الافكار تفيدكم أه باعدادكم للوجبات الفطور وهنا أنا بعد ما استوت عندي الشرائح الفلفل اللي هسه طبختها بالخل راح اضيفها وازين طبق الكباب الشوي وطبعا طعمها كلش طيب حبايبي جربوها هسه عندي هاي السفرة صارت عندي بهاي الصورة ان شاء الله تنور رضاكم واعجابكم حبايبي هاي الافكار وأرجو منكم ما تنسون دعم قناتي باللايك مشاركتكم مع الأصدقاء والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين تفعيل الجرس أهم شيء حتى يصلكم كل ما هو جديد الله يتقبل الطاعات إن شاء الله يا ربي نستودعكم الله في امان الله